العنف ضد النساء موروث ثقافي بتعاني منها المحاميات خاصة داخل مصر بسبب الظروف القاسية اليومية اللي بنشوفها في الشارع وداخل المنازل. المحامية طبعا بيكون عليها عنف أكتر إن هي طول الوقت إن هي بتتعامل مع مؤسسات مختلفة الأقسام والنيابات والعمل داخل المحاكم طول الوقت المحامية بتعاني للأسف الشديد. مفيش آليات للدفاع عنها. عمل النقابة أصلا حماية أعضائها للأسف الشديد. نقابة المحامين وكالة الحريات مفيش أي تمثيل نسائي داخل النقابة العامة وحتى النقابات الفرعية يتعدوا على الصوابع. للأسف الشديد كمان المحامية لو حصل معها مشكلة وحصل معها عنف زي ما بيحصل بشكل يومي طبعا على مستوى النقابات كلها مفيش سند ليها إن مفيش هتشتكي لمين. لا خاصة لو الشكوى من زميل يبقى هتشتكي لمين؟ هتشتكي لزميل آخر. زميل آخر ده ممكن يكون عليه أصلا تحفظات، ممكن يكون هو أصلا بيمارس نفس الفعل، ممكن كمان إن هما السلطة الأبوية المسيطرة أصلا داخل النقابة إن إحنا ما نتعاملش كزميلات ولكن كأخوات. كونك إن أنت صوتك يعلى وأنت تتكلمي كده معنى كده أنت خرجت على الإطار المجتمعي اللي أنت فيه. إن المفروض إن الزميلة إن الأخت هتسمع كلام أخوها، لو بنت هتسمع كلام أبوها، المفروض إن هو لو في معاكي مشكلة وأخوك شايفه إن هو خلصها بالشكل اللي هو يرضيه ممكن أنت ما تكونيش أخدت حقك، بس المفروض كده خلاص إن أنت ما تتكلميش. لا أنا زميلة مش أخت، انا زميله مش بنت. لو ابتدينا ان احنا كمحاميات لو احنا بدينا كنقابه ان هما يتعاملوا معانا بالشكل ده هنقدر ناخد حقوقنا طبعا، بس ده في ظل وجود تمثيل نسائي داخل النقابه. طول ما فيش تمثيل نسائي داخل النقابه للاسف الشديد مش هيحصل. حتى لجان المراه الموجوده وفي زميلات فضليات تعب ان هما اصلا يعملوها للاسف الشديد غير مفعله. يعني عشان احنا نقدر نتخلص من عنف معين مثلا واجع علينا ان احنا يكون الصوت بتاعنا احنا، خاصة ان هم شايفين طول الوقت ان المحاميات ان هم بيزحموا في المهنة ان هم مش هيكملوا. المحامية ممكن تكون جاية تصطاد عريس يا اما هي تتخلى عن أنوثتها طبعا، يعني تبقى هي بتاعت شغل بس. المحامية لو طول الوقت ان هي بتتوسم، لو صوتها علا، لو هي اتكلمت بشكل مش بيرضيهم، يعني من شكل مش بيرضيهم، ده طبعا ده كتير ان كل واحد والقيم الخاصة. ممكن تكون الخناقة اصلا على حاجة تخص المهنة ولكن شايفين ان المحامية دي طلعت عن الاطار اللي هم عاملينه المجتمع وعاملينه المحامين. فعشان كده انا شايفة التضامن النسوي مهم جدا ان احنا نقدر نعدي بمشاكلنا، مهم جدا ان احنا نقدر نكمل في مهنتنا، مهم جدا ان احنا نقدر نحارب في المهنة. احنا المهنة بنحارب فيها عشان ظروفها قاسية، عشان احنا كمان بنات وستات في المهنة. هنقدر نكمل طول ما احنا في سند ورانا من خلال التضامن النسوي.